الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بدأت بإصدار جوازات سفر كويتية لبعض الحيوانات والطيور في خطوة تستهدف الحفاظ على الحيوانات النادرة وتنظيم التداول والاتجار بها وضبط عملية الاستيراد ووقف تهريبها. وكانت دراسة استخراج جوازات سفر للحيوانات الأليفة والطيور النادرة قد طرحت في الماضي على طاولة البحث في الهيئة بالتعاون والتنسيق مع جمعيات دولية معنية.